من الناحية الاقتصادية الخلل واضح، إمكانيات هائلة تاع البلاد، وحنا في وضع اقتصادي ما نقولش مزري ولكن يكاد أن يكون مزري، والإمكانيات موجودة. أنا سبق لي قلت الدراهم موجودين وناخذهم وين ما راهم ناخذهم، عارف أنا وين ناخذهم. بما فيها من بعد فيه برنامج طموح بالنسبة للشباب، بالنسبة للتعليم العالي، بالنسبة للابتدائي، بالنسبة للرياضيين، بالنسبة يعني لما تقرأ البرنامج ربما تعرفي باللي ياخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطروح حاليا في الساحة.